وعندما أردنا أن نستكمل البنيان التشريعي قاومنا من قاومنا وراهنوا على عدم نفاذ القانون وادعوا كذبا أن القانون قد دس خلال شهور فائتة أو سابقة، خلال 6 شهور، وهم يعلمون أن هذا القانون وهذا المشروع قد نوقش لسنوات طويلة في مؤتمراتكم المختلفة وفي جمعياتكم العمومية المختلفة، وذهب منهم من ذهب للبرلمان ليستعدي عليكم وعلى قانونكم بعض النواب من أجل إسقاط المشروع، لكن انتصرت إرادة المحامين وانتصر المشروع وانتصرت المحاماة بأعلى وأقدر وأقدم وأعز تعديل تشريعي في تاريخ المحاماة. احنا بنباهي بما تم إنجازه، لأن هذا حصاد نضالكم الطويل طوال السنوات السابقة. هذا ليس اختراعي ولا من مؤلفاتي، هذه النصوص هي التي وضعتموها في مناقشاتكم ومداولاتكم المختلفة، فصغناها وقدمناها وانتصر البرلمان للمحاماة والمحامين في أعز المعارك. استطعنا قبل ذلك أن نثبت دستوريا كل ضمانات المحاماة والمحامين وحصناتهم، واستطعنا أن نعزز كل النصوص المهنية للمحامين والحصانة التي قدمت في التشريعات المختلفة لكي تصبح من النظام العام منصوص عليها في الدستور، لا يجوز لتشريع أن يخالفها ولا قرار أن يضربها، واستطعنا أن نعززها وأن نضع فصلا في الدستور المصري في الفصل 6 اسمه المحاماة. لأول مرة في تاريخ الدساتير يكون للمحاماة فصل. هذا شرف نستحقه وتستحق المحاماة. المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع. مش منا ولا خطاب، وإنما هو حق دستوري. أصبحت هذه الشراكة بمقتضى الدستور. من يعارضها، من يقاومها، من ينقضها قد نقض الدستور. عندما ينص الدستور على أن كفالة حق الدفاع حق دستوري لكافة المواطنين، وأن تعزيز المحاماة واستقلال المحاماة هو ضمانة كفالة حق الدفاع في المجتمع، هذا تأكيد دستوري جديد كنا في حاجة إليه من أجل أن نترجم كل النصوص التي خرجت إليكم بمختلف مناحيها، مناحي عززت الحصانة المهنية التي كنا نتحدث عنها في جرائم الجلسات وفي السب والقصف والإهانة المتلبس بها. ودائما أقول أن المحامين دون باقي الفئات صاحبة الحصانة معفية من التلبس في هذه الجرائم، ولا توجد فئة معفية من جرائم التلبس إلا المحامين في نصوص المواد 49 و50 و51. عززناها أمام جهات المحاكم أولا، ثم دستوريا أمام جهات التحقيق وجهات الاستدلال. أيضا أكدنا على الحماية المهنية للمحامي أثناء أداء عمله ضد الدعاوى الكيدية من خصومه وخصوم موكليه، فحميناه من الاحتجاز أو الحبس بأي شكل من الأشكال وبأي وصف من الأوصاف، وجعلنا اختصاص الذي يرجع إليه في أي مخالفة تنسب للمحامي هو المحامي العام الأول للاستئناف المعني والمختص مكانياً بالأزمة أو بالمشكلة أو بالاتهام. ده تعزيز غير مسبوق أصبح الآن مسطراً في القانون.